رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا طبعا فقره الشيف غاده والاكل اللي بيجوعنا كل مره، ويعني هي قبل ما تطلع من الاستوديو بنكون كلناه والله. غاده نيجي ولا ايه؟ يلا تعالى. جاهزه؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ايمان اتفضلي معانا. غاده حبيبتي عامله لنا ايه النهارده يا شيف؟ صباح السعاده الاول. صباح السعاده. انت بتعملي فينا ايه كده؟ احنا عملنا فيكي ايه؟ ولا حاجه. يعني اعتبرينا اخ من اخواتك، اخت من اخواتك. الريحه حلوه جدا. انت عامله لنا ايه النهارده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ دي كفته بطاطس بالفراخ. انا طبعا عملت جزء منها وسبت عشان اعمل تاني كده، بس عشان الكونسيبت حلو. كفته ايه؟ بطاطس بالفراخ. بطاطس بالفراخ. عندي بطاطس مسلوقه ومهروسه. وعندي فراخ مسلوقه هقطعها واحطها عليها كده، وعندي ملح وفلفل اسود. الله. تمام. والله ممكن تتاكل نيه كده تصدقي. وعندي بصل اخضر مقطعاه وبقدونس. حلو ده. يعني انا كده اكلت الولاد البصل من غير ما يحسوا. بالظبط كده. وهبتدي بقى ان انا ادمجهم مع بعض كويس كده زي ما انت شايفه. والكاميرا معاكي على فكره. هبتدي بس كده. نحط الزيت على النار. يسخن على بال ما تعملي ده. طبعا انا كده هنا يا شيف غاده احنا ما عندناش مقادير محدده. لا ليه، انا محدده في المقادير على الشاشه. تمام. هتنزل على الشاشه. انا عندي نص كيلو بطاطس مسلوقه او مهروسه. عندي الفراخ دي بقى على حسب ما انت عايزه، عايزه تحطي نص كيلو، عايزه تحطي ربع كيلو، انت براحتك. البصل الاخضر حوالي بصل اخضر مقطع برضو، اصل الكميات دي نسبه وتناسب. المقادير معانا على الشاشه هي حسب غاده. على حسب الاكل او على حسب الكميه اللي هتاكل. على حسب. لا على حسب كمان الساده المشاهدين. المقادير على الشاشه اللي بيحب يعملها بالطريقه اللي هو عايزها. يعني مثلا ممكن في حد ما يحبش يحط بصل كتير. يحط حاجه بسيطه. طب ثانيه واحده بقى كده، عشان في نقطه كده مهمه. انت بعد ما عملناها زي البرجر كده. ايوه. وبعدين حطيناها في دقيق وبعد كده في البيض. طب احنا ليه بنحط الدقيق الاول يا شيف غاده؟ هو عشان يمسك، عشان يمسك، وبعدين عشان الطبقه الخارجيه ما تبقاش رفيعه قوي، تبقى هشه شويه يعني. حطها في دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط، وبعد كده ابتدي احمرها كده في الزيت. فهتطلع لنا بالشكل ده. هو الاجابه في الموضوع يا داليا ان البطاطس مسلوقه وصحيه جدا. صحيه. وعلى فكره دي تنفع كمان في المدارس، يعني تنفع الام تعملها لاطفالها في المدارس، تنفع طبعا جنب كصنف جانبي جنب اكل. زي ما انت شايفه كده. بيعملوها كده. ايوه. انت ايه رايك في الكلام ده يا ايمان؟ انا عاجبني جدا على فكره. يعني انت ممكن، انا مش عندك ولاد؟ طبعا. فانت ممكن عندك وقت الصبح كافي تعملي لهم حاجه زي كده؟ اكيد. بعمل. هي على فكره ممكن تجهز الحاجه من بالليل كلها. واحمر بس الصبح. ايوه ممكن تجهز الحاجه كلها من بالليل، وعلى التجهيز على طول الصبح، وهتحمر الصبح. الله شادي. انا بعرف اطبخ على فكره. انا متعلم الطبخ من ابويا مش من امي. انا متعلم الطبيخ من ابويا. سعيد يا ابويا على حاجة. سعيد. حلو ده بقى مع خضار الصبح كده كمان. يعني الحاجات الخضراء الصبح مع الحاجات المسلوقه دي طبعا مفيده جدا. ده هي حطت لنا البطاطس نشويات. ايوه. والبقدونس بروتين. على فكره حتى بقدونس، يعني بس والبقدونس وخضروات برضه جدا. احنا عاوزين المره الجايه شيف حاجه هيلثي كده، حاجه ما لا يبقى فيها كالوريز ولا يبقى فيها كربوهيدرات ولا يبقى فيها. دكتور العلاج الطبيعي بقى والدايت ابتدى يشتغل لنا. يا عم احنا قاعدين ناكل. طب انا عايزه اتخن. عايز ايه يعني يا شادي؟ عاوزين حاجه كده ما يبقاش فيها لا سمن ولا زيت، حاجه كده تبقى كلها هيلثي كده، وصحيه. خفيفه وصحيه. عايز خروف مشوي. ممكن مثلا خروف مشوي. جميل. عايز خروف مشوي. لا المشوي عادة يا داليا بيبقى افضل من المقلي. معلومة طبية تانية. لان انت دلوقتي في الشاوي بتسحبي كل الدهون اللي موجودة. وبتخلي اللحم سواء بتاع الفراخ او بتاع اللحم او بتاع السمك بيبقى خالي ده تماما من الدهون، من الكوليسترول، من اي حاجة بتعلي في الكوليسترول في الجسم، في القلب. فالمشوي بالذات اي حاجة هناكلها يفضل تبقى مشوية. هو المقلي حلو برضه، المقلي حلو مفيش كلام يعني. بس يبقى على الاقل وجبه في الاسبوع هي اللي تبقى مقليه. يعني ايه رايك في الكلام ده يا شيف غاده؟ طبعا كلامه صح 100%. يعني انا عن نفسي بحب
بحب المشويات قوي. يعني انت في البيت بتعملي كده؟ يعني معظم الاكل انا عارفه على فكره انا باكل عندك في البيت. انت عندها؟ طب نيجي ناكل عندها بقى المره اللي جايه بعد الحلقه. تنور يا شيخ. بصي كل عندها بس بقى يعني مش عايزه اقول لك الكشك بتعمله عامل ازاي والله. انا ولا منى؟ يا منى تحيه لطنط منى الجميله، حضر لنا كشك يوم الخميس لو سمحتي. بصراحه مامتي اكلها يعني ما شاء الله حلو جدا، طبعا انا متعلمه منها ربنا يخليها لي يا رب يا رب. وعايزه اقول لكم ما يخليها لنا في جمع هنا في اكل هيجي هيبقى موجود. وعايزه اقول لكم ان انا لحد دلوقتي مامتي بتعمل الاكل ما شاء الله، يعني انا ببقى قاعده بعد اذنك بس منى منى اتفرجي عليا دلوقتي. مامتي حبيبتي اكيد طبعا مالكيش دعوه بغدا يا منى، مالكيش دعوه بغدا انا بس. طب انا هدخل في الموضوع بقى يعني. بصي احنا ايام الكليه كنا بنزوغ ونروح عند بيت غدا فناكل عند طنط منى. والله وانا ما بكترش الزيت في الجديد ان شاء الله. انا ان شاء الله مش بكتره يعني. غدا انا اسفه الناس كده عرفت ان انت زميلتي من ايام الجامعه. يا غدا قالت لي ما تقوليش ان انا زميلتك من ايام الجامعه. لا خالص محدش عارف خالص. لا لا محدش عارف محدش عارف. قالت لي لو قلتي ان انا زميلتك من ايام الجامعه هزعل منك عشان انا مش عايزه ابقى كبيره والله. بس بقفله من هنا؟ لا من هنا بقى. من هنا. شاطر يا شيد برافو عليك والله. ده شيد شاطر خالص والله. ايه خلاص كده مش هقعدك على كرسي الاعتراف يا شيد. لا خلاص خلاص والله عدينا عدينا. غدا احنا بجد مش عارفين نقول لك ايه. طيب هو كده الرص كده تمام ولا هو كده المفروض احط طبقه واحده عشان الزيت ما يطبقش؟ لا هو المفروض بس انا حطيته خلاص على اللي حطيته حصل على ورق. لا 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 حطيته على الورق النشاف الاول اهي. البقدونس ده عشان يمص يمتص الزيوت. بس كده كفته البطاطس بتاعتي خلصت. طبعا ما فيش اسهل منها واخف منها. هي خفيفه على فكره بصرف النظر ان هي يعني مقليه يا شادي، لكن هي بصراحه برضو خد بالك شادي شغال عليها دكتور من ساعه ما جه البرنامج والله. يعني هي خفيفه وظريفه على فكره. وطبعا تنفع تنفع في عزومه على فكره. يعني كطبق جانبي جنب في العزومات. وفي رمضان. حلوه جدا وظريفه. هي علشان فيها مسلوق. انا زي ما قلت قبل كده هي مسلوق بيبقى خفيف يا داليا. وعلى فكره لو حد عايز يضيف اي حاجه تانية ليها يعني دي بتبقى حاجه ايه. انا ده اللي كنت عايزه اسالك اني حسب الرغبه بقى. يعني ممكن تتعمل بلحمه مفرومه، ممكن تحطي عليها فيها زيتون، ممكن تحطي فيها مشروم. ما حطيتيش زيتون. انا بحب الزيتون. ما حطيتش زيتون والله كنت احط بس اوردر زيتون. انا قلت خليها بسيطه على فكره وخفيفه. هي بسيطه وخفيفه دي. ما حطيتيش زيتون عاجبك كده. اني عايزه تسالي غدا اي سؤال قبل ما نختم. عايزه اقول لها انا لو مثلا هتغدى بيها هاكل ايه معاها؟ الله والله انت ممكن تاكليها بعيش شامي او بعيش بلدي. شويه مكرونه بقى يا جماعه. ممكن على فكره. لا ممكن على فكره فعلا المكرونه جدا. شوفي انت بيقول لك دايت ورياضه ورياضه ودايت ومكرونه. لا شادي كلامه صح. ممكن تعمل جنبيها مكرونه بالصلصه عاديه خالص. طب احنا ممكن نعمل جنبها شعريه محمره وعليها لوز كده. الله يعني مش هتمشي معها قوي لكن المكرونه هي اكتر حاجه تمشي جنبيها. او بقى كصنف جانبي جنب بقى ايه تكون عندك سفرتك فيها حاجه مثلا خضار رمضان فيها بقى مكرونه بشاميل فيها مش عارفه كفته ثانيه كفته لحمه. محمد ياسر بيقول لي في الايربيز. معلش يا محمد بقى يعني اصل انا بسيح. بيقول لي ما فيهاش فراخ كتير عاجبك كده؟ لا والله العظيم يمكن الحته اللي انت كلتها ما فيهاش فراخ كتير. عشان كلت في الفاصل يا محمد. فضحتك بقى فضحتك. كلت في الفاصل يا محمد. محمد ياسر دخل في الفاصل واكل تحليل برنامج والله وسابنا احنا جعانين. ادي اللي ما يستناش عشان ما استنتناش. شفت بقى يا محمد جبته لنفسك. الحقيقه يا غدا تسلم ايديكي. تسلم يا حبيبتي ربنا يخليك يا دودو. انت اللي احلى يا حبيبتي. بص يا محمد يا ياسر بص عايزه اقول لك كلها فراخ. حلوه قوي كده يا شادي. ايمي انت عايزه تدوقي؟ لا يا حبيبتي كله بالهنا والشفاء. لا جميله بصراحه. دوقي يا غدا. ماشي يلا حته. تسلم ايديك يا غدا جدا والله. طعمها خفيف. هنستناكوا الحلقه الجايه و60 دقيقه حياه وفقرات جديده متجدده كالمعتاد. استنونا هتوحشونا. شادي استنونا والحلقه اللي جايه هتبقى برضو فيها حاجات مميزه
وبرضه معانا الشيف غاده بتعمل لنا حاجه اكيد حاجه جميله واحلى كمان. انت عايزه تقولي ايه؟ اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه وموضوع مختلف جديد ونصيحه ووصفه طبيه وصفه. رجع لكم 60 دقيقه حياه غدا عادل شادي غالي اني مغربي داليا غازي و60 دقيقه هتوحشونا حياه اشوفكم على خير.